ممثل 13 شعار داخل جهاز الانطلاق وفتحت البوابات لانتفاع جاد وافراس المستورد للخيل التي لم تربح بالميدان السعودي الجزء الثاني من الشوط الخامس مسافه 2000 متر بمشاركه كل من المجمل ملكه الليل على وين نوايا خير جميل المحيا ثريا الحجاز منها الخلاب سبيل صايا حبيب القلب صايا النجد الفادر ولمح النظر التقدم لعلى وين في المركز الاول محاولات المجمل من الخارج مع كريستيان فيلبونا ايضا وصول لخلاب في المركز الثالث مع وصول ملكة الليل وأيضا محاولات للتقدم من حبيب القلب لاحتلال مركز متقدم مع انطلاقة هذا الشوط مسافة 2000 متر والتقدم لعلى وين مع حسن المديني في المركز الأول المجمل المركز الثاني المرشح لهذا الشوط ملكة الليل تحاول أيضا وحبيب القلب ومحاولات سبيل أيضا للوصول لمركز متقدم في بداية الأمتار الأولى من مسافة 2000 متر في الشوط الخامس في جزئه الثاني التقدم لعلى وين من نسل براثيا في المركز الأول محاولات للتقدم الآن من صاي النجد لتحسين موقعه والتقدم الآن للمجمل المركز الأول مع اقتراب الجياد من علامة 800 متر تبدأ من بعدها مراحل الحسم التقدم للمجمل وصاي النجد المركز الثاني ملكة الليل في المركز الثالث في تحاذي مع صاي النجد الآن والمنعطف الأخير باتجاه خط النهاية وشاهد استحداث للفادر الآن مع خيال لويس أرناكو للوصول به إلى مركز متقدم الآن مع الخط المستقيم أيضا منهل يحاول مع تقدم المجمل للمركز الأول والمحافظة مع كريستيان فيلبون 400 متر الفاصلة تستحث باقي الخيال الجيادة للتقدم منهل يحاول مع تقدم المجمل للمركز الأول ملكة الليل استحث أيضا ومحاولات عبد العزيز العود للاستحداث لمح النظر التقدم فيما يحاول كريستيان فيلبونا بالمحافظة على المجمل على مركزه وتقدمه وتسجيل نقطة للأزرق في الجزء الثاني من الشوط الخامس مشاهدينا الكرام.